قال عليه الصلاة والسلام: أنزل القرآن على سبعة أحرف. هذه سبعة الأحرف اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، ما المراد منها؟ المرجح من كلام المحققين كشيخ الإسلام رحمه الله أن هذه الأحرف بمثابة اللغات التي لا تناقض في معناها، ولذا فصل رحمه الله كما في الفتاوى، فذكر أن هذه القراءات ليست هي الأحرف السبعة، وإنما كل هذه القراءات راجعة إلى حرف واحد من هذه الحروف السبعة، وهو الحرف الأخير الذي يتوافق مع العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو حرف قريش. وإذا ماذا قال عثمان؟ إذا اختلفتم مع زيد فاكتبوه على لغة قريش. فيقول رحمه الله: يقول إن هذه القراءات ومعها ما يتممها من الثلاث حتى تصبح القراءات العشر عند من يدرجها، يقول لا تناقض بين هذه القراءات السبع أو هذه القراءات العشر من حيث المعنى. فيقول هي ثلاثة أنواع: الأول ما اختلف لفظه واتفق معناه، وذلك كقول ابن مسعود رضي الله عنه: هلما تعالى أقبل، اختلف اللفظ والمعنى اتفق. النوع الثاني ما اختلف لفظه واتفق معناه من وجه دون آخر، مثاله يكذبون يكذبون، اختلف اللفظ يكذبون، وفي بعض القراءات يكذبون، اختلف اللفظ واتفق المعنى من وجه دون وجه، فيكون هذا النوع من باب الآيات التي يفسر بعضها بعضا. فلربما تكون هناك آية من كتاب الله عز وجل وهناك آية أخرى، إذا ضممتها مع هذه الآية اكتمل المعنى، فاتفقت من وجه ليضمتا واختلفتا من وجه آخر. النوع الثالث يقول رحمه الله ما اتفق لفظه ومعناه، وذلك حاصل كالإمالة والترقيق لبعض الحروف، فبعضهم يرقق هذا الحرف وبعضهم يفخم هذا الحرف، فيقول اتفق اللفظ واتفق المعنى، وذلك لأنه رحمه الله يقول إن المتقن للقراءات كلها أفضل من المتقن لقراءة واحدة. لو سألت سؤالا: عبد وعابد على أي نوع من أنواع الثلاثة التي ذكرها تقي الدين شيخ الإسلام رحمه الله؟ على النوع الثاني، اتفاق. إذا ما اختلف لفظه واتفق معنا من وجه دون وجه آخر، نعم وهو كذلك على النوع الثاني، ولذلك إذا قرأت عبد الطاغوت كان لها معنى، عبد الطاغوت كان لها معنى، لكن إذا جمعتهما فكأن هاتين القراءتين كأنهما بمثابة آية مع آية.